كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحتكم بخير؟ نتمنى تكونوا باحسن احوال. المهم نهار جديد وفيديو جديد ان شاء الله. اول خرجه لينا مجموعين ان شاء الله من بعد متصالحوا لينا هاد الجوج لا هما مريم. المهم من بعد داك المشادات وداك الشيء المهم رجعوا حلوى كيضحكوا ناشطا. هو بقى الغيار كما قلت لكم غير في اليوتيوب وراكم راهم خرجوا كيشتهم في فيديو والحمد لله الحمد لله. دابا غنخرجوا كاملين مجموعين ان شاء الله تخرج معنا الوالده. غادي نخرجوا مع اختي اسماء ادينا واحد البلاصه زوينه كانت تهضرت معايا الصباح قالت لي غنخرج لواحد البلاصه في عجمان. نيت قلت الوالده نيت باش تشوف وما باقا ما شافتش الاماكن اللي زوينه هنا وانا حتى انا ما كنعرفش ما ساكناش هنايا ما كنعرفش الاماكن اللي كيكونوا فيهم ما يتشاف. قلت لي اختي اسماء هاد البلاصه زوينه تخرج معنا اسماء والوالده ديالها ان شاء الله. قالت لنا فيها ما يتشاف البحيره وداك الشيء. المهم دابا كيلبسوا الوالده كتلبس في عبايتها واخواتها تي كيلبسوا غنسالي وحنا معاكم نوريكم انا اش لابسه النظاره. هذا الشيء راه لابسه من عند الهومه تعالي ماني مصوريني كامله ما بيناش وقال مزيان. شوف شوف زوين زوين جيني يا مليك مزيان جاي يعني زوين. شوفوا المهم يلا زيدوا انا نمشي نبدل حوايجي نلبس عبايتي ونمشي. اليوم كما كتشوفوا حنايا الحمد لله القلوب تصافى ومريوم راه يلا ور والظلايمه واخا الظلايمه ماشي مشكل احنا حاضرين صوتنا مسموع ياك لهوم. الحمد لله ما كان تسرع مني وزربت ولحظه غضب نشرت ذاك الفيديو في هذا في القناه وحيدته يعني ما كيكملش دقائق ونحيد حيد الفيديو يعني حذفته وهزوه يعني هزوه القنوات الثانيه وبقاو كيديروا العناوين على كيفهم وداروا العناوين ضخموها كبروا المساله زادت كبرات وهذا والناس تشغل بالهم ومرات يكتبوا لهما خارجه هي وامها في الزنقه لاحهم راجل اختهم وراجل اختي انا يا عرفتي كي الوالده عزيز عليه عزيز عليه بزاف كل مره هو اللي كيدير لها فيزا سياحه كتجي الامارات عزيز عليه وما كيبغيش شي حاجه تقلقها صراحه والله فما كاين لاش يبقى الواحد يأول وكيزيد كيدي يالف افلام وتاويلات ما كايناش شي حاجه اللي ما عارفينهاش مابقاوش ديما نكتبوها داكشي زاد على المشاكل واخا راجل اختي ما كينتبهش هاد الامور يعني ما كيركزش على هادشي ديال السوشيال ميديا وهذا ف واخا هكاك الجمهور اللي كيبغينا وداكشي بقى مشوش من ناحيتنا بقاو كيسولوا بزاف لقينا في التعاليق كيبغيو يطمنوا علينا واش هادشي بالصح واش هادشي بالصح. حنا بغينا نقول لكم الحاجه اللي ما غتشوفوهاش حنا قلناها فاكيد غتكون عين ناس كتاول وكت يعني الهضره ما كايناش الا ما سمعتوهاش منا حنا نيت. ايوا هاي لا هما هاي مريم الله والضحك اللعب الناشط الحمد لله الحمد لله اللهم ديمها نعمه. وحبابي حنا وصلنا عرفتي البلاصه كترد الروح فين جايبانا اختي اسماء. المهم راهم فين سابقنا الوالده ديال اختي اسماء واخت ديالها تما جايين ولا هما ومريم راهم صحابات صاحبو شوت وهي الوالده ديالي هي غاده معانا. المهم الوالده كي جات السلام عليكم. عليكم السلام الوالده كتعرف تسلمها كي جاتكم في السلام. المهم الوالده راه اختصاصيه في السلام وعليكم مسكينه من غير السلام ما كتعرفش تقول. وشوفوا المناظر كي دايره خضوريه وعاد كاينه حديقه ياك اختي اسماء كاينه حديقه حديقه خاصه بالحيوانات هنايا كاينه حديقه وكاين الالعاب للدراري الصغار والبحيره فيها الفلامينغو تيبان بالنهار اكثر ما عرفتش بالليل واش فيه ولا لا. البحيره وكل شيء هنايا كاينه ما شاء الله المطاعم كلهم على البحيره كيتلو ما شاء الله. اول مره نكتشف معاكم هنايا مطعم انا ما عرفتش البلاصه كيما اول مره نعرف انه مطعم مغربي ما شاء الله كاين هنا في هذه البلاصه. شوفوا هو هذا الدخله ديالو. المهم شوف المطعم المغربي ما شاء الله اللي جينا ليه جبنا ليه اختي اسماء. شوفوا لي ديكور دايرين ما شاء الله كاين واحد الاطلاله واعره برا باقي ما اكتشفناهاش كنا بصراحه نجلسوا فيها وما جلسناش. الوالده راكي منوره ايوا الوالده ديالي راه نمشي نجلس حداها. شوفوا ما شاء الله ديك الزخارف اللي دايرين عجبني الديكور اللي دايرين. سمحوا لي البنات على التصوير كيبان هنايا مع الزروقيه الزروقيه عاكسه داكشي علاش بان التصوير بحال هكذا حيت المطعم هنا طافي الضوء ديال الضوء خافت وهذا على قولت ماما اسماء رومانسي الجو. او حبايبي هذه هي العراضه اللي عرضت علينا اختي اسماء والوالده ديالها. المهم الله يكبر بهم كما كبروا بينا وخرجنا نفوجوا اهم حاجه اللمه 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 الطيبه ماشي مهم شنو كليتي ولا شنو شربتي. المهم هنايا هذا مشكل السمك مشكل الحوت مشكل وهنايا اللحم مشوي هنايا الكرين حبايبي هنايا البول فيف راه ناقبت منهم لهما هنا اللحم بخر
واللي كاين الصفه والرفيسة طلبتها مريوم واختي اسماء، وتما كاين صح الاخر ديال المشاوي حبايبي ودا الخبز. ايوا حنا سالينا تعشينا الحمد لله على النعمه، وغادي نازلين دابا كلنا نازلين نشوفوا كلنا ما شاء الله نازلين حدا البحيره نشوفوا يضربنا شويه ديال الهواء، وبنادم يبدل الجو صافي والنفسيه وداك الشيء. وهاد لما مني الواحد كيبقى يتلاقى مع الحباب ويهضر وداك الشيء، والله الا النفسيه كيدخل بنفسيه جديده للدار. هادي بحال الكورنيش ديال المحمديه انا جاني. شوف شوف فيها الفلامينكو بالنهار، ما شاء الله شوف فيها وتيكون يعني شاد هاد البلاصه كلها يعني ما شاء الله ما شاء الله. في النهار يمكن كيكون في النهار بالليل ما داكش. وهذا هو المطعم حبايبي، شوف هنايا كيطلع على هاد الاطلاله. ايوا عاد وصلنا. المهم صافي انا عيني كيتلصقوا عيس، يلا جيت بدلت الذهب ورضعت هذاك الشيء، دابا غنعس. شاده لي الوالده غنعس هذاك الشيء صافي. انا بقيت غاده نحل عيني جايين واكله معرقنها. بغيت منا نشكر اختي اسماء والوليد ديالها واختها، خرجونا هذه الخرجه الزوينه وغيروا الجو الوالده والبنات. المهم ان شاء الله نكمل معكم الفيديو تاع الغدا، انا ما قدرتش دابا نكمل. صباح الخير حبايبي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحتكم بخير؟ كي صبحتوا؟ يلا كي فقت من شويه فطرنا سالينا وصبنت حويجات الذهب، والوالده دابا شاداها كتنعس فيها. باغي ننزلوا ان شاء الله دابا شويه كنجمع في الوالده حويجات ديال الحمام. قلت لها نزل الحمام، منين جات ما دارت الحمام مغربي لا والو. كاين حمام مغربي تحت منا هنا قريب، كيديروا في الصالون. كتعرفوا ان الحمامات المغربيه ماشي بحال الحمام ديال الدرب ولا داكشي كتمشيو ليه بالسطوله وداكشي، لا هنا كيكون في الصالونات، كيكون الحمام المغربي دايرينه في الصالونات. قلت ننزلها ان شاء الله دير الحمام المغربي، كيديروا حتى مساج بالاعشاب ترخى شويه وتبدل داك الشيء. كتعرف الواحد ملي كيجي في الطياره عظامو كيجيو محلولا شويه، خاصو يكمد عظامو بشي حمام ولا شي حاجه، مازال ما تحمحمت ما والو. ان شاء الله يلا كتاب يلا غننزل الحمام. المهم دخلت الوالده الحمام يلا كي خارجه، وصيت عليهم وصيت عليها صحابه الصالون، قلت لهم تهلاو ليا في الوالده، انا غادا نمشي نشوف بنيتي. خليتها الفوق، بنيتي بقات الفوق، ومريم اختي عاد عندها جوج وليدات كيتناقصوا، ضروري خاصني ضروري خاصني نطلع نعاون الفوق، حيت الوالده غتعطل تبقى شي ساعتين، غيديروا لها المساج، غيديروا لها الحنه، وغيديروا ليها الفيد فراسه، يقادوا لها الفراسه وداك الشيء. قالوا لي تبقى شي ساعتين هنايا، خلي على خاطرها حتى شويه ونعاود ننزل عندها حبايبي. المهم نطلع نشوف بنيتي، كيخلعني هذاك سلطان الدري الصغير ولد اختي، بسلامته حركي بزاف، كنخافو يدخل عندها للبيت. يا داك الشيء علاش نطلع من بعد عاد ننزل. الوليدات يا اختي. طلعت للدار لقيت كدور في عينيها فايقه، هزيتها بقات كلالي بيها، دابا راه هزاها بقات كلالي بيها واحد شويه. المهم ما حنتنيش بالزربه، نعست هي ناعسه دابا. قالت لي اختي راكي علمتيها قاعده خايبه ديال الهزان، قالت لي راه كما كتقول كتهزيها. المشكله انا ما كنصبرش، نبقى نخليها تبكي 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 عاد نهزها، صافي كتبكي ليا شويه كنبقى نهزاتها، كنبقى هزاتها كتنعس، قلالي بيها كتنعس. قالت لي اختي راه علمت ولدي ولد هذا سلطان، قالت لي علمت الهزان من الصغر مع كتعرفوا اول بيبي، قالت لي كيكون مدلع، كانت كتخاف عليه حتى هي. قالت لي كان كيبكي شويه كنهزو، وبقى معلم لي واحد القاعده خايبه، قالت لي ضروري نبقى هزاه، نبقى بلا شغل، ما كنطيب ما كندير حتى حاجه في الدار، كنبقى لالي بيه هو حتى كينعس. ما شاء الله دابا بنتها الاخرى صغر من ولدها، يلا كي عندها يلا كي كملت عام كتنعس بوحدها وكترضع بوحدها وكتبقى تفرج بوحدها. قالت لي ما علمتهاش هاد القاعده كاع، قالت لي انا كنرضع من صغرها وكنحطها في الناموسيه، كنرضع وكنحطها. قالت لي تبقى معلمه انها ترضع وتحط في الناموسيه. قالت لي ولدي ولدها هذا سلطان كبر مشكل ما شاء الله كبير ما شاء الله، وكتنعس وكتخلي بنت اللي صغر من ولدها. قالت لي هذاك من التعلوم، قالت لي غير حطيها. دابا كتجي عندي كتشوفني كنهزها كتقول لي لا بقاي ما تبقايش تهزيها حطيها. قالت لي ودي اللي عطا الله عطاه، معلمه دابا مهند ما كيخليهاش، كي مهند كيبقى يلالي بها اكثر مني، انا مازال انا كنعيا وكنعطيها ليه. اش كنت باغا نقول لكم، مابقاش ضحكوا ليا على هضرتي، حيت كنلقى بعض المرات تعالك كتهضر كتقول لي كتاكلي الحروف كتقروض ديالنا، انا قرواده اصلا. قبل ما ندير هذاك السلك ديال السنان اللي باق كنت كنقرود، ومن درت السلك وليت كنقرود اكثر، ومن حييته بقات في يدك التقرويده دابا بعض الاحرف كناكلهم. كسكروت اش من كسكروت، الكيكه مريم حداقات، كرواصه، الخبز الكومير ديال المغرب، الحريشات، البريريد، اهم حاجه الاطلاله اللي كطلع للبحيره.
اوه حبايبي هذا ثالث يوم يا سلطان الملك. هذا ثالث يوم لانني مني جات الوالده من الصالون البارح ما صورتش لك مع عاوتاني. ها كنشد ذهب بنتي كنبقى لالي بها كتبقى تغمض عينها وتحل عينها تغمض عينها تتنعسني معاها نحطها تنعسها وشنو نتك في حداها ننعس. المهم هذا الفيديو ما بغى يزالي ولكن ماشي مشكل وقت ما نوريكم الحنينه اللي دارت الوالده. دارت الوالده الحنينه ها انتم الوالدات ديال الحنينه ولكن ما داروش ليها الشوم. قلت لهم ديروا ليها الباديكير والمينيكير داكشي. قالت لي نظفوا ليها غير ايديا الضفيرات ونظفوا ليها الضفيرات ديال رجليها ما داروش ليها شي صبيغه خفيفه. قلت لهم ديروا لها شي صبيغه خفيفه. المهم هاكا تفرح بها وصرا انتم الحناني والقلب هاني. ها انتم دارت هنايا داروا ليها اليدين وداروا ليها هنايا كما قلت لكم نقوا لها الضفيرات ما داروش ليها داك الصبيغه اللي قلت لهم خفيفه خفيفه ديروها لها. المهم ماشي مشكل. السلام عليكم البنات. ايوا كيف داير وليداتي لاباس عليكم؟ الوالده كتسلم عليكم. على ذكر الحنه كانت اختي حسنه باغا تجي تنقش ليها قالت لي ملي غتجي ان شاء الله الوالده ديالك كنا ناويين نجيبو اختي حسنه باش ندير لها حنينه. كتعرفوا الحنه ديال اختي حسنه زوينه ولكن ما كتابش دعوا معها بالشفاء مسكينه مصابه بكورونا وعشر ايام ديال الحجر ما تخرجش من الدار داروا لها الساعه في ايديها. المهم دعوا معها بالشفاء يا ربي شافيها ويشافي جميع المسلمين يا ربي ويحيد علينا هذا الوباء. جينا معكم نهايه الفيديو نتمنى هذا الفيديو يكون خفيف وظريف على القلب كيف العاده وتسنونا فيديو قادم باذن الله ومع السلامه حبايبي.